افتح لينا هنا طلبت مخك مصلحة ليك ركز لنطقك فتح قبل الناس ما تلوشك تبقى انا شال الطلب مخك قولو اوتوبيس مليان ركاب شاحن وادفع عالباب كون سارع عمال بينادي من ناحية دي ومن ناحية دي الصن يعد يوزع اورتيجا وهيب يوزع وتقول يا ساس يا زميل الموكر ده العنديل علي فهمي بقى يا زميل اسمع كل الموهيل هاني كفا بقى وفي حته كتير انا كفا هو الاساس وفي حته كتير ابو عارف والجبلايا اسمع ركز معايا هنقول عالسيد هاشم واسمع اصل الحكايه الفرقه 15 اسمعوا وشوفوا يا بشر الفرقه 15 اسمعوا وشوفوا يا بشر هنخش في الحكايه اسمع ركز معايا واحد كان ماشي عادي ما يخشش في الحكايات من ناحيه دي ومن ناحيه ملوش في المتاهات غلبان وجنب العيد مش شغل على البيت صح الصبح على فطاره ماشي صبح على داره والناس كلها حبات في الخير دايما بيقدم والفقر بيعوض فيه فرحان بالعيش والملح وبيحمد رب عليه والناس بقى مش سايباه في السيرة كمان جايباه والناس بقى مش سايباه في السيرة كمان جايباه ماشي يا غباوة ومحدش واقف جنبه والكل بقى بيتدارى والكل بقى بيتدارى ربنا نحب نجامل لما نجامل ما نجنش وفي مكان نتعامل نثبت على الارض ما نجيش كل الناس ما تجيش حسكة احنا بنتكلم بالحب الصبح نجم التوزيع الحقني وضيع يا وديع ارتجا السويسي بيغني اسمعني وافهم مني هنقول على كوريا يا باشا اصحى وشغل الشاشة علي فهنا بقلبي كتير الفكر ده العنكير وتحية جاية خاصة هاني كفا والمقصة هنقول على ورش يمان ابو كاسر جنتلمان هنقول على قصة يا كريم يا نكش يا وليد يا صلاح هنقول على ماندو هنقول على المهدي على موقع فيجو على نينجا الشبح عادل الشاويش من السويس راضينا هنا شرق وبره بينا من السويس راضينا هنا شرق وبره بينا الناس كلها تسمعنا لا مولع في البنزينة الناس كلها تسمعنا لا مولع في البنزينة افتح لنا هنا طلب يطخك مصلحة ليك ركز لنطخك لنطخ 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 كارك قبل الناس ما تكوشك دي لانا شان الطلب مخك كل محولة حوا وادم لكن طبع الناس مش واعي ناس بتشلني ليها بتشبع وناس بتاكل وبتتجاعي لا 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 لا